خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، طلقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة في هذا اليوم، في هذا الصباح الجميل. انطلاقاتي سن الإذاع وتحدياتي الإذاع في هذا اليوم من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، أقوى الميادين وأعتاها. لننطلق على بركة الله، لنسير على بركة الله بانطلاقة شوطنا 13، شوط الإبكار المحليات، الإذاع، أشواط الإنتاج والمنتجين. أول هذه الأسماء المنطلقة، أول هذه الشعارات، أتابع شعار بن غالب من يتقدم على المركز الأول ويندفع بصدارة الشوط هناك بانطلاقة جميلة. أتابع شعار بن غالب على المركز الأول، شوف انطلاقته وحضوره. الظبي وراشد بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الأول، بينما المركز الثاني شوف الشعار القادم على المركز الثاني، الكوس مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري على المركز الثاني. يا سلام المركز الثالث، أتابع التقدم والانطلاق من جدل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي على المركز الثالث. والمركز الرابع، أتابع التقدم والانطلاق، نسيم عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي يتقدم على المركز الرابع، شوف القادمة والمنطلقة على المركز الخامس. هذه هي الوثبة، النوبي بن محمد بن شعفوري العامري يتقدم على المركز الخامس، قادم هو بالوثبة بانطلاقتها وبحضورها على المركز الخامس والمركز السادس. أتابع القادمة، أتابع مرفوقة، سالم بن مبارك بن ضحي بن سلوم الاكتبي يتقدم وينطلق على المركز السادس والمركز السابع. المسك يا بن زاهرة، محمد بن سعيد بن زاهرة الخيالي هو القادم على المركز السابع مع المسك. المركز الثامن، شوف الشهامة، محمد بن سالم بن دربش العامري يتقدم وينطلق في هذه اللحظات مع شعاره بن دربش على المركز الثامن. المركز التاسع، أتابع القادمة، أتابع الواصلة، وصلت شواهين حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي على المركز التاسع والمركز العاشر. الوطن، الوطن هي القادمة في هذه اللحظات، مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة شعاره، أو هناك الظبي، نعم ولكن شعار بن منانة هو القادم وهو المتدخل من الجانب الأيمن من الزاوية اليمنى. هذه العشر المراكز الأولى، وعفوا هذه اللي على المركز العاشر، غرام، غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي القادم مع غرام على المركز العاشر. هذا هو النداء الأول. يا من تتابع، يا من تراقب هذه التحديات، هذا الانطلاق للمراكز العشر الأولى الحاضرة المنطلقة المندفعة الباحثة عن الفوز، عن الانتصار وعن الناموس، مقدمة الشوط. أتابع ليبدأ بالنداء الثاني، والظبي على المركز الأول، راشد بن سلطان بن غالب المنصوري يسيطر يتربع على عرش الصدارة بالمركز الأول. المركز الثاني جدل شعار سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشومسي قادم، قادم على المركز الثاني، جدل وشعار مثير للجدل بن عميره وانطلاقاته وحضوره الكبير الغني عن التعريف. يتحرك بن عميره. المركز الثالث، اليابوني قادم، قادم اليابوني بانطلاقات هذا الشعار، بحضور هذا الشعار، يتحرك في هذه اللحظات وينطلق شعار اليابوني، شعار الطيارة، شعار الطيارة تتقدم في هذه اللحظات، تنطلق اللي هي الكوس مبارك بسهيل اليابوني الظاهري. ركز يا، ركز يا راشد، يا بسعيد يا الزرعي، من يتابع انطلاقة شعار اليابوني وبندربش، بندربش قادم على المركز الرابع.
يتحرك بشعاره بن دربش وبانطلاقاته وبوصوله مع الشهامة. محمد بن سالم بن دربش العامري على المركز الرابع. المركز الخامس هذا بن سبت وشعاره يقترب بنسيم عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي. يا سلام بن زهرة على المركز السادس يتجاوز على المركز الخامس المسك ومحمد بن سعيد بن زهرة الخيلي قادم على المركز الخامس. المركز السادس هناك يتراجع شعار بن سبت. المركز السابع وصل شعار هناك الصقار وانطلاقات شعار الصقار والقادمة طرفاشة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يقترب على المركز السابع يهاجم من الخلف قادم من أجل الهوز. المركز الثامن الذاير يا الذاير الدودة بسالم بالأسود العامري والقدوم هذا شعار بن نويصر بدأ يعلن الحضور بدأ يعلن التقدم مع غرابيل راشد بن علي بن ناصر بن نويصر المنصوري. يا سلام يا سلام يهاجم ولكن جدل بن عميرة ما زالت على المقدمة جدل بن عميرة على الصدارة والكوس بشعار اليبهوني الكوس وجدل بن عميرة الشامسي على المركز الأول يسيطر على مقدمة الشوط. جدل على المركز الأول شعار سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يتقدم بجدل يثير الجدل بهذه الانطلاقة بهذه الاندفاعة. الكوس يا اليبهوني على المركز الثاني مبارك مسهيل اليبهوني الظاهري يتقدم وينطلق وبن دربش بدأ يعلن الحضور بدأ يعلن الانطلاق مع الشهامة. محمد بن سالم بن دربش العامري وصل راعي الشرقية وتقدم في هذه اللحظات بغرابيل راشد بن علي بن نويصر المنصوري قادم بغرابيل راعي الشرقية قادم في هذه اللحظات ولكن وين 500 متر الأخيرة جدل بن عمير وبن دربش بن دربش على المركز الثاني يغير ولكن الله عليك يا بن نويصر الله يا بن نويصر غرابيل والشهامة بن دربش العامري بن نويصر المنصوري شوط الانتاج لمن شوط الانتاج. يا سلام يا بن نويصر غير راعي الشرقية مع غرابيل راشد بن علي بن نويصر المنصوري سلام يا الوثبة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مشكور يا ابو علي مشكور راعي غرابيل راشد بن علي بن نويصر المنصوري. المركز الثاني كانت هناك الشهامة سالم بن دربش العامل. المركز الثالث كانت جدل بشعار هناك سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. المركز الرابع كانت هناك الكوس شعار مبارك بسيلي بن نظاري. المركز الخامس كان هناك شعار بتول سيبر مبارك بن هواش الخيالي. على المركز الخامس العودة للتوقيت الزمني ولحظة الوصول 9:12 هناك 9:12 خمس أجزاء من الثانية كانت الشرقية غرابيل راشد بن علي بن ويصر المنصوري مشكور راعي غرابيل. المركز الثالث 9:13 سبع أجزاء من الثانية كان شعار بن دربش على المركز الثاني حاضرا مع الشهامة هناك بانطلاقة محمد بن سالم بن دربش العامري. المركز الثالث توقيته الزمني كان شعار جدل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي التوقيت الزمني كان واضح.